بسم الله، ان شاء الله هنتكلم عن ازاي بنصدر الشغل بتاعنا من برنامج الراينو لبرنامج الارشيكات في موضوع التاور سكاي تاور. اول حاجه بنفعل موضوع جراس هوبر كونكشن، نخش مثلا هنا والديزاين جراس هوبر كونكشن، نخش على الفايل نقول كونكت دوكيمنت تو ارشيكات، من على حسب الفايل اللي احنا واقفين عليه بنقوم عاملين واقفين ونعمل كونكت. تمام، انا عندي الشغل بتاعي كلته اهوت كده، عندي التطور اللي انا عاوز اشتغل عليه. تمام، بس طبعا عشان ما حصلش اي مشاكل فانا اخلي انا بدل 50 دور اخليه 5 او اخليه 15 دور، بس عشان ما حصلش اي مشاكل. واجي هنا وهم جاي هنا كده عامل 15 دور مثلا، وهم جاي واخد باب بكنترول شيفت، وهم واخد محرك الداتا دي كلها. تمام، اعتقد انه كده تمام. تمام، دي تمام، حاجة معقولة. وفانسوبر تمام، وهم داخل على السلابس بقى عامل امر اسمه سلابس. اوكي، سلاب سيتنج، هم واخد الاثنين، بعمل لنا كليك كليك رايت كليك وعمل بيزك، وهم عامل لنا التخانه وليكن 25 بالميت يعني. فهم داخل حاطه هنا، وهم واخد الكيرفات بتاعتي اللي انا عاوزها هي دي، وهم عامل ايه كيرف. تمام، مفترض كده ينطق معايا الشغل. تمام، بخش على امر بيمز، عايز اعمل اللي هو العمدان الخارجية. هو هنا عندنا بياخدوا بيمز كأنه بيمز، ف بقوم داخل كيرف المفترض الكيرفات واعمل. طبعا انا في مشكلة، الموضوع البيمز بيبقى في مشكلة لان بيبقى بيعمل مش كتير وبيقطع، فبتبقى مشكلة كبيرة شوية. بنشوف الشغل بتاعنا في 3D ارشيكات، بنعمل زوم اوت. ايوه اوكي، كده جاب لي الشغل كله اهوت. اعتقد ان دوت يكفي يعني، عشان بس البرنامج ما يهنكش عندي. طيب انا دلوقتي لو عاوز اغير زاوية الدوران، انا مش هعمل البيمز عشان هيحصل مشكلة. فلو عاوز اغير زاوية الدوران او ازور على الادوار، زاوية الدوران بتاعتي مثلا عاوز اغيرها، مثلا دي جاية من ديت. اوكي، انا غير زاوية الدوران اخليها وليكن قيمة كبيرة شوية، 10، هي قيمة كبيرة جدا كمان. افترض زاوية الدوران خلاص انتهت، فانا هروح لبرنامج ارشكات عمل لي زاوية الدوران زي ما هو موجود يعني. دي بالنسبة للأدوار. طبعا بيفضل لما نيجي نشتغل في برنامج الأرشيكات نكون عاملين عدد الأدوار اللي احنا عاوزينها، عشان كل دور يشوف الدور الخاص بيه يعني. اهوت مثلا دي الدور، اهوت الدور اللي بعده البرنامج ستوري 2. هشوف هي المشكلة بقى ايه. ديت انا احس مثلا دي في زاوية الدوران اختلفت يعني، مثلا اهيت فزاوية الدوران اختلفت لان الدور اختلف، فالبرنامج هنا بيفهم الحتة دي، ولازم يكون ارتفاع الدور مساوي لارتفاع الدور في الراين يعني. انا هنا اقول هنا 3 متر، في برنامج الراين اقول 3 متر او 4 متر بس كده. والسلام عليكم ورحمة